الأسبوع الماضي ده كان السوشيال ميديا كلها مولعة بسبب موضوع إن الفنانة الأستاذة حالة شيحة قلعت الحجاب. والحقيقة أنا اندهشت جدا من كمية رد الفعل حول هذا الموضوع. البعض خدنا في اتجاه مختلف خالص عما يجب أن يكون. الحجاب، أنا من الناس اللي بتقول إن الحجاب فرض، والحجاب مختلف فيه زي ما حضراتكم عارفين، ومش هنتكلم في حكم الحجاب ايه. لو هنتكلم في حكم الحجاب محتاجين حلقه كامله علشان نقول الاراء هنا والاراء هنا وحجه كل عالم من العلماء او الفقهاء وادله كل عالم، يعني نتكلم في الموضوع بتفاصيله. انما احنا في النهايه امام مشهد بسيط جدا من وجهه نظري. انسانه فاضله محترمه قررت في يوم من الايام ان هي تلبس الحجاب او النقاب، ثم قررت في يوم اخر ان هي تقلع الحجاب او النقاب. ايه المشكله في كده؟ هل هي لما عملت كده خرجت عن الإسلام؟ هل هي لما عملت كده ضرت حد أو آذت حد؟ هل هي لما عملت كده الدنيا اتربقت على دماغنا؟ ولا حاجة. ده قرار في النهاية شخصي، كل إنسان حر في قراره الشخصي. أنا حر ألبس عمة، ألبس بدلة، ألبس تريننج، براحتي. هي حرة تلبس حجاب ما تلبسوش، براحتها. في النهاية اللي هيتحاسب مين؟ هي، مش إحنا. كل نفس بما كسبت رهين، كل امرئ بما كسب رهين، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل واحد هيتحاسب عن نفسه فقط، ولا حد فينا هيتحاسب عن صديقه ولا عن أبوه ولا عن أمه ولا عن إخواته ولا عن أصدقائه، ما فيش الكلام ده. كل واحد في الآخرة ربنا هيحاسبه على نفسه بس. طلع أحد الشيوخ الكرام اتكلم عن الموضوع الحقيقة بشكل مستفز جدا من وجهة نظري، لأنه اتكلم في الموضوع. أول حاجة قال إن هو اتصل بيها ما ردتش، فاتصل بزوجها الكريم وقعد زوجها يبكي وقعد يحكي الحوار اللي دار في التليفون، وإن هو قال له ما تطلقهاش، وكأن يعني الأصل في الموضوع إن زوجها يطلقها، يعني كأنه تحريض بشكل غير مباشر، يعني إنه تكلمته في التليفون وقلت له اتق الله واصبر وما تطلقهاش، وكأنه بيقول له يعني طلقها بشكل غير مباشر يعني. وحد جاب سيرة الطلاق، هو حد طلب منك اصلا تتكلم؟ يعني انت حشرت نفسك في موضوع لا هي طلبتها تتدخل ولا هو طلبك تتدخل ولا حد من الجمهور طلبك تعرفنا ايه الاخبار؟ ده حشرت نفسك وخلاص. وبعدين قعدت تحكي الحوار اللي حصل في التليفون، وده يا مولانا مخالف للاداب الاسلاميه، لانه يا مولانا المجالس بالامانات. لو انا كلمت ابونا اثناسيوس حوار في التليفون ما ينفعش اجعل الهوى وهو مش موجود واقعد اقول للناس انا كلمته في موضوع وقال لي وقلت له وعدل وعدت له، خاصه اذا كان الموضوع مرتبط بطرف ثالث اللي هي زوجته او زوجتي مثلا. فهنا انت دخلت الدنيا في بعضها. انت مكلمه ليه؟ عشان تقول له مراتك قلعت الحجاب ولا لا؟ انت مالك انت؟ وبعدين بتنقل لنا الخبر واللي حصل في التليفون ليه؟ انت كده يا مولانا خنت الامانه، انت كده يا مولانا خرجت عن الادب الاسلامي، انت كده يا مولانا افشيت اسرار اسريه كان من الواجب انك تحافظ عليها. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. انت مالك انت؟ قلعت الحجاب. لو انا يا زوجتي قلعت الحجاب يا بونا، ينفع حضرتك تيجي تتصل بيها بالتليفون تقول لي يا زوجتك قلعت الحجاب ليه؟ طبعا الله، تدخل في امور الشخصيه مش موضوعك. ينفع تقول لي هو ايه اللي حصل؟ مش موضوعك. ولو انا رديت عليك وقلت لك حاجه ينفع تروح تقولها للناس؟ لا طبعا لا. ايه اللي بيحصل ده؟ اللي حصل ده جريمة من وجهة نظري أكبر من قضية الحجاب. إنك تفشي أسرار الناس، وإنك تحشر نفسك في موضوع مالكش فيه، وإنك تطلع تقول للناس إيه اللي حصل، وبعدين تطلع تقول اللهم ردها، اللهم رد حالا إليك ردا جي، على أساس إنها خرجت من الإسلام. إيه الكلام ده؟ أنتوا ليه بتجعلوا الحجاب إسلام والإسلام حجاب؟ المفارقة العجيبة يا أبونا إنه مات مئات الشهداء وترمل مئات النساء وتيتم مئات الأطفال إن لم يكن الألوف من الأطفال. ما خرجش صاحبنا أبو دمعة وإحساس رهيف ده ما طلعش مرة قال لحد البقاء لله. يعني لو أنت عاوز تبكي ابكي على هؤلاء الشهداء، ما تبكيش على 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 حجاب فنانة الأستاذة حالة شيحة، مع احترامي ليها طبعا. يعني لو انت عاوز تبكي ابكي على شهيد مات او ارمله اترملت او ارهابي او حد اتقتل على ايد ارهابي، او انت ما عزتش حد، ما طلعتش قلت لحد البقاء لله، ما طلعتش قلت للي قتل حرام عليك اللي حصل ده، ما طلعتش استنكرت جريمه من الجرائم اللي بتحصل كل يوم وطلعت تبكي على حجاب حالة شيحه.
يا أخي ما أتفه هذه العقول. يعني أنا كنت حزين وأنا شايف لحية عظيمة وشايف غطرة عظيمة، يعني حضرة اللحية وحضرة الغطرة، وغاب العقل، غاب الإحساس بالمسؤولية، غابت أمانة الكلمة، غابت البصيرة في الموضوع كله. يبقى أنا استفدت إيه في النهاية؟ ولا حاجة. ضريت نفسك وضرتنا معاك، وشغلت الناس بموضوع ملناش علاقة بيه أساسا، وعملت وصل الموضوع لمرحلة كأنها ارتدت عن الإسلام وتدعي لها أن ربنا يردها مرة أخرى للإسلام. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام العبيط اللهبل اللي احنا فيه ده؟ الحاجة التانية يا أبونا بعد إذنك في دقائق، أحد الشيوخ التانيين ركب على الموجة. ما هو في بعض الناس يا أبونا بتصدق. ما بتصدق تطلع حاجة زي كده، خاصة إذا كان الموضوع فيه بعد نسوي. إذا كان أحد أطراف القضية امرأة. بعض الناس عارف أنت اللمبة لما تكون في حتة ضلمة تلاقي لا مؤاخذة الناموس والبتاع يروح على اللمبة كده. أهو في ناس لما يكون القضية فيها طرف نسائي ما يعرفش يحوش نفسه، تلاقيه طالع لوحده كده من غير ما حد يقول له اتفضل اطلع، ولا حد يدعوه ولا حاجة خالص. واحد تاني صاحبنا طلع، معرفش اسمه حازم ولا اسمه إيه، عمل فيديو 17 دقيقة تقريبا. تصوره الأخ الكريم مع احترامي ليه طبعا، لا شفناه بكى على شهيد، ولا بكى على أرملة، ولا بكى على يتيم، ولا قال للإرهابيين في يوم حرام عليكم القتل والدم والكلام ده كله. شفناه بس طالع إيه، طالع منتفض وكأن الإسلام اتهد، كأن الدنيا راحت في داهية، ويقول لحالة شيحة شمتهم فينا ليه، شمتهم فينا ليه. شمت مين يا عم؟ مين يا عم اللي شمتان في مين بالظبط؟ انت فاكر ان الاعداء كلهم كانوا قاعدين منتظرين الاستاذه حاله شيحه تقلع حجابها عشان يشمتوا في الامه الاسلاميه؟ الاعداء ما شمتوش. يوم ما اتقتل 300 مسلم في مسجد الروضه على ايد بعض من يدعي انه مسلم من الارهابيين والخونه، ما شمتوش فينا، وشمتوا فينا لما قلعت حاله شيحه الحجاب او النقاب. ايه يا جماعه الكلام ده؟ ايه التغييب اللي انتوا فيه ده؟ يا اخي لو عاوز تبكي او تعيط اطلع ابكي على شهيد، على ضابط او لواء او عسكري قتل، اطلع ابكي على ارملة ترملت في عز شبابها، اطلع ابكي على ام قلبها محروق على ابنها او جوزها اللي ماتوا، اطلع ابكي على طفل او طفلة صغيرين فقدوا ابوهم او امهم وهم لسه في اطفال، اطلع ابكي على دول، مش تطلع تبكي على حجاب قلعته او لبسته. احنا مالنا؟ اللي هيحاسبها ربنا. انتوا ليه بتهيئوا للناس ان النقاب ده هو الاسلام او الحجاب هو الاسلام، وان هي لو قلعت الحجاب يبقى قلعت الاسلام؟ ايه العبط وايه الهبل اللي احنا وصلنا له ده يا ابونا؟ طبعا. الحاجه الثالثه، حضرتك عمال تقول لها انت شمتهم فينا ليه؟ مين اللي شمت في مين يا مولانا؟ ايه يا مولانا اللي انت فيه ده يا مولانا؟ يا مولانا فوقوا من الغيبوبه اللي انتوا فيها دي. العلماء دول بسميهم علماء الغيبوبه. هم في غيبوبه. الناس دي عايشه في عالم غير اللي احنا عايشين فيه. وهو لما يكون عندك واحد مغمى عليه وبيهلوس تاخد على كلامه؟ يعني لو واحد يا ابونا اغمى عليه وهو مغمى عليه قال اكتبوا الارض باسم الولي، اكتبوا البيت باسم البنت، لازم يكون في كامل، اكتبوا، هناخد على كلامه؟ لازم يكون في كامل قواه. مش هناخد على كلامه طبعا. دول الجماعه دول مغيبين. الجماعه اللي قاعدين ليل ونهار للحجاب والنقاب واللحيه والجلباب وبتاع، الناس دي في غيبوبه. الناس طلعوا القمر وطلعوا وصنعوا التكنولوجيا وتطوروا وتقدموا، واحنا لسه قاعدين نتكلم في الحجاب والنقاب واللحيه والجلباب. مع احترامي انا بقول لكم الحجاب فرض والنقاب فضيله واللحيه سنه وكل الحاجات دي حاجات جميله، لكن مش هي الاسلام، مش هي جوهر الدين يا ابونا. بالظبط. فارجوكم ارجوكم، انما الدين المعامله، الدين المعامله، الدين اخلاق وعبادات. يا ابونا في القرآن الكريم ربنا نزل سورة باسم النمل، سورة النمل. ليه؟ عشان النمل ليه دروس، قدم خدمة. بالظبط. لما قال للنمل اللي زيه يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. القرآن عمل سورة باسم سورة النحل. ليه؟ لأنه منظم، ولأنه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. مفيش سورة باسم الحجاب ولا حاجة. الحجاب فرض، لكن لا يرقى الى مرتبه الصلاه او مرتبه الصيام او مرتبه الحج او مرتبه الزكاه، لا يرقى. العجيب ان في ناس تقبل ان امراه تكون ما بتصليش وعادي. الصلاه وركن اساسي ما بيصليش عادي، انما تقلع الحجاب لا،
ده الإسلام كده طربق. ده حاصروا الإسلام في شوية شكليات مع احترام للحجاب، ومحدش يطلع يقول مظهر بيهاجم الحجاب. لا خالص، أنا بقول الحجاب فرض، وأنا أختي محجبة ومراتي محجبة. إنما بتكلم عن إنك تحط الأمور في نصابها السليم، وإنك ما يبقاش لك علاقة بحد. دي مسائل بيننا وبين ربنا، كل واحد عمله هو اللي هيتسئل عنه، لا هتتسئل عني ولا هتسئل عنك. وما تطلع تعيط على حجاب، اطلع ابكي على الأرملة واليتيم اللي ماتوا بسبب أفكار هي أقرب لأفكاركوا دي. أفكار هي أنتوا على تراك واحد يعني في النهاية. الأفكار دي هي اللي رملت ويتمت وقتلت وسفكت الدماء، ومحدش شافكوا عيطتوا عليها. ما شفناكوا بتعيطوا على حتة قماشة على الراس مع احترامي للحجاب مرة عشرة، وبقول الحجاب فرض. إنما ما يستاهلش إنك تطلع تعيط عليه وتولول عليه وتقول لها شمتهم فينا ليه؟ شمتهم فينا؟ مين يا عم اللي شمت في مين؟ ومين كان قاعد مستني مين؟ الناس كلها الأعداء كلهم قاعدين مستنيين حالة شيء هتقلع حجابها عشان يشمتوا فينا. يا مغيبين، يشمتوا فينا لما نقتل في بعض، يشمتوا فينا لما نطربق مسجد على دماغ اللي بيصلوا فيه. كنت اطلع اقول للناس دول كده، للارهابيين كده لما قتلوا المسلمين وهم بيصلوا الجمعه، اطلع اقول لهم يا متاسلمين شمتهم فينا ليه؟ لان الغرب شمت ساعتها. صحيح، الغرب قال شوفوا المسلمين بيقتلوا المسلمين اللي زيهم اهو اهو. كنت اطلع اقول لهم كده، انما لا، ما قالش كده. ده بسلامته كان قاعد مبسوط لحد ما قلعت الحجاب، طلع يقول لها شمتهم فينا ليه؟ وارجعي واعملي وما تشمتهمش فينا وارجعي. ايه يا عم؟ يا عم ترجع او ما ترجعش ده قرارها. ايه يا عم فيه ايه؟ يا عم فوق فوق بقى، انتوا اخرتونا 500 سنه. خلاص احنا اخرتونا 500 سنه لورا، فوقوا بقى شويه. احنا بنشكرك خالص يا شيخ مازر على هذه الاستناره وعلى هذه الاستفاده وعلى هذه يعني المعلومات الجميله، وعلى انك انت برضو بتخوض حرب ضد التعصب. انا برضو مش قضيه الشخص، عامة الفكر، فكرة. أنا بحارب الفكرة مش الشخص. نحن لا نحارب أشخاص وإنما نحارب أفكار. الأفكار الهدامة دي أو الأفكار المتوقعة القديمة دي وإن كانت تتفق مع رأي من آراء الفقهاء وكل حاجة، لكن مش هي الإسلام. الإسلام أعظم وأجل وأسمى وأكبر بكثير من حجاب أو نقاب أو لحية. بالظبط كده.